السلام عليكم. كثيرا ما نخلط بين الديمقراطية وبين أدواتها، فنقول إن دولة ما ديمقراطية لأن فيها انتخابات، أو نقول إن حزبا أو جماعة تحوز شرعية ديمقراطية لأنها حازت على أكثرية الأصوات في انتخابات ما. هذا خلط بين الديمقراطية كنظام حكم وبين أدواتها أو أدوات الوصول إلى الديمقراطية. بداية، أبسط تعريف للديمقراطية هو تعريف الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن حين قال إن الديمقراطية هي حكم الشعب عبر الشعب ومن أجل الشعب. تبسيط آخر هو تعريف الشيء بضده، فضد الديمقراطية هو أن ينفرد فرد أو حزب أو جماعة بالسلطة، أي أن ينفردوا بتقرير مسائل البلاد وبالمنافع الناتجة عن ذلك. إذا الفرق بين الشكلين هو بحجم الشريحة التي تشارك في الحكم أو المشاركة السياسية. في الديمقراطية تتسع هذه الشريحة لتشمل غالبية المواطنين من جهة، وتتسع منافعها لتشمل غالبية المواطنين أيضا من جهة ثانية، أي أن المواطنين هم من يقررون شكل الحكم الذي يحكمهم وشكل القوانين التي تسود في البلاد. البعض يحتج أن الديمقراطية ليست أفضل نظام أنتجته البشرية بناء على بعض المثالب الموجودة فيها. ربما ذلك أحيانا صحيح في بعض المثالب، لكنها في المقابل أقل أنظمة الحكم سوءا، لأنها أقل أنظمة الحكم استخداما للقوة أو للعنف أو للإكراه، ثم أكثرها إتاحة مجال للمشاركة السياسية، وفيها أعلى مستوى من المساءلة للمسؤولين ومحاسبتهم على أفعالهم. طبعا مساءلة ومحاسبة شفافة. لكن ما هي خصائص النظام الديمقراطي؟ ذكرنا أن الانتخابات هي شكل من أشكال أو أداة من أدوات أو مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية. لكن هناك خصائص للنظام الديمقراطي تميزها عن أنظمة الحكم الأخرى. أولاً وقبل كل شيء، قدر كبير من الحريات الفردية. ثم يضاف اليوم قدر مهم جداً من حرية الجماعات، وتحديداً الحريات الثقافية. إضافة إلى حقوق وحريات سياسية كحق الترشح للمناصب السياسية وحق الانتخاب. أيضا الحريات الإعلامية ركيزة مهمة من ركائز هذا النظام، ولابد أن نتحدث عن استقلال القضاء، وهذا يقودنا إلى المساواة القانونية بين كل أفراد المجتمع. طبعا أن لا يكون هناك لا تهديد بالعنف ولا استخدام العنف باتجاه المواطنين. والنقطة الإضافية أن المؤسسة العسكرية يتم السيطرة عليها من قبل جهاز مدني، أي أن تكون تابعة للسلطة التنفيذية وليست مستقلة بنفسها أو تدار خارج الجهاز المدني للدولة. عموما إذا كان لدينا انتخابات حرة ودورية ونزيهة تؤدي إلى تغيير الحكام، هنا لدينا ديمقراطية انتخابية. هذه الانتخابات إن لم تكن نزيهة أو حرة أو دورية أو لم تؤدي إلى تغيير الحكام، إذن نحن أمام ديمقراطية مزيفة. طبعا كل نظام حكم له قيم. للديمقراطية ثلاث قيم أساسية تقوم عليها. قيم يعني مثل عليا تهدف الديمقراطية إلى الوصول إليها. هنا بداية الحرية، الحرية الفردية وحرية الجماعات. لا يمكن تصور وجود نظام ديمقراطي بدون هذا الاتساع في الحريات. ثانيا التنوع أو تعدد الآراء، تعدد وجهات النظر، تعدد الأحزاب، تعدد القوى. أيضا لا يمكن تصور وجود نظام سياسي بدون هذا التنوع، والتنوع يكون على تضاده. يعني ربما البعض يفهم التنوع ضمن مدرسة فكرية واحدة، لا، ضمن كل المدارس والنظريات الفكرية. أيضا العدالة وهي ركيزة أساسية، فلا يمكن تصور نظام ديمقراطي يتم مشاركة الجميع فيه على قدم المساواة وأن توزع المنافع فيه على قدم المساواة بدون نظام أو بدون قيمة العدالة. هنا ننتقل إلى مفهوم أدوات أو مؤسسات الديمقراطية. أولها هو حكم القانون، وهو تجلي لقيمة العدالة. طبعا من قيم العدالة أيضا هو الفصل بين السلطات، بحيث كل دولة لها نظام
لها سلطة تنفيذية ولها سلطة قضائية وسلطة تشريعية. من الواجب أن يكون هناك فصل مرن أو جامد بين هذه السلطات، بحيث لا تهيمن سلطة على أخرى، ولا يوجد سلطة أعلى تهيمن على هذه السلطات جميعها. أيضا أن يكون لدي تعدد أحزاب، فذكرنا أن من قيمها التعددية. لا يمكن تخيل وجود نظام ديمقراطي وانتخابات بدون أن يكون لدينا تنوع في البرامج المطروحة، وبالتالي تنوع في القوى السياسية أو في الأحزاب التي تترشح للمناصب السياسية. حتى تشتغل هذه الأحزاب وقوى المجتمع المدني والإعلام الحر، يفترض أن يكون لدي أيضا من أدواتها المجال العام المفتوح والحر. الأداة الخامسة هي أداة الانتخابات، على أن تكون انتخابات نزيهة وحرة وشفافة ودورية، أي أن تحصل في مواعيد ثابتة متكررة. مرت الديمقراطية على مستوى العالم بثلاث موجات رئيسة. الموجة الأولى تقريبا من عشرينيات القرن التاسع عشر، يعني بعد سنوات من الاستقلال الأمريكي والثورة الفرنسية، وهي موجة طويلة واستمرت لما بين الحربين العالميتين. الموجة الثانية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية وكانت موجة قصيرة، انتهت في ستينيات القرن العشرين مع عودة الحكم الدكتاتوري والحكم العسكري في كثير من دول العالم. الموجة الثالثة انتهت بسقوط دكتاتورية البرتغال في مطلع السبعينيات القرن العشرين، كانت الانفجار الأول فيها، والانفجار الثاني كان مع سقوط الاتحاد السوفيتي. ولو قيد لثورات الربيع العربي أن تنجح، لكان بإمكاننا التحدث عن موجة رابعة من موجات الديمقراطية. طيب، كيف ننتقل إلى نظام حكم ديمقراطي؟ هناك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول هو من الأعلى إلى الأسفل، أي أن يقوم النظام نفسه بعمل إجراءات تدريجية ومستمرة تهدف إلى الوصول إلى نظام حكم ديمقراطي، وهو ما حصل في فرنسا في إسبانيا بعد فرانكو. الطريق الثاني هو التفاوض بين المعارضة والنظام السياسي، بحيث يعمل الطرفان معا على إجراءات تدريجية ومستمرة للوصول إلى نظام حكم سياسي. الطريق الثالث أن يكون لدي ضغوط شعبية تؤدي إلى تآكل النظام، تداعيه، وبالتالي بروز نخب جديدة تقودها الدولة باتجاه نظام ديمقراطي. الشكل الرابع هو الثورات الشعبية. طبعا الشكل الثاني حصل للتفاوض بين المعارضة وبين النظام، هذا حصل في جنوب أفريقيا. أما الضغوط الشعبية مثلا حصلت في رومانيا، ثورات أوروبا الشرقية مثلا، والثورات العربية مثلا. النمط الخامس طبعا النمط الخامس هو يأتي عبر الضغط من الخارج أو الفرض بالقوة من الخارج. نجح هذا النموذج في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، في إيطاليا واليابان كذلك بعد الحرب العالمية الثانية. لكن علينا أن ندرك أن عملية الانتقال الديمقراطي هي مرحلة حساسة جدا وخطيرة جدا، فعدم النجاح فيها يقودنا إلى انتكاسات خطيرة، إما عودة إلى الاستبداد، وإما تفكك الدولة وانهيارها، وإما حروب أهلية ونزعات انفصالية، وإما استدعاء للاحتلال الخارجي. سبب ذلك أنه في المرحلة الانتقالية لدينا مجموعة من الأزمات التي تهدد النظام السياسي وتهدد الدولة ككل. أولها الأزمة الاقتصادية، وهذا أمر بسيط جدا وحتمي جدا، نتيجة الانتقال من نظام اقتصادي استبدادي إلى نظام اقتصادي حر ومفتوح. سيكون لدينا صدمات اقتصادية تؤدي إلى أزمات عميقة، ما عدا بالأساس في النظام الاستبدادي هناك أزمات فساد، أزمات هيكلية، أزمات علاقات خارجية في البنية الاقتصادية، فبالتالي لدينا أزمة اقتصادية كبرى تهدد مرحلة الانتقال. زائد عدم الثقة، أزمة عدم الثقة، فالانتقال من نظام استبدادي قمعي لا يمكن التعبير عن الرأي بحرية إلى نظام ديمقراطي لن يكون بهذه السهولة، سيبقى هناك عدم ثقة بين القوى السياسية فاعلة، وهذا يقودنا إلى أزمة نخب، فالنخب ستكون أدواتها وعدتها ما تزال قديمة، إذن غير مواتية لمرحلة الانتقال. سنشهد اضطراب بين نخب قديمة ما تزال تعمل بأدوات قديمة وظهور نخب جديدة. أيضا لدينا أزمات عدم واقعية نتيجة هذه الاضطرابات، يعني أن هناك بعض النخب تقدم طروحات غير واقعية، تستخدم خطاب شعبوي، تحريض عاطفي من أجل أن تكسب بعض الأصوات أو بعض المقاعد في المرحلة الانتقالية، هذا أيضا يقودنا إلى انتكاسات خطيرة. إضافة إلى ذلك أزمة تفكك اجتماعي
في المراحل الانتقالية لدينا أزمة في هوية الدولة، هوية الدولة أو الهوية الوطنية لا تعود مقنعة لشرائح عديدة في المجتمع، وبالتالي ستظهر هويات بديلة. إذن لدينا تفكك اجتماعي قد يؤدي بنا إلى تخريب المرحلة الانتقالية. حتى نتجنب ذلك، هناك مجموعة من العوامل المساعدة أو الداعمة يجب توفيرها مسبقاً. أولاً، أن يكون لدينا كمواطنين استقرار في مفهوم الدولة، بمعنى أن نقبل بحدود الدولة الجغرافية، أن نقبل بحدودها، أي أن لا نتطلع إلى توسيع هذه الحدود من جهة، وأن لا يكون لدينا جماعات تتطلع إلى اقتطاع أقاليم من الدولة وإنشاء دولة مستقلة أو نزعات انفصالية. النقطة الثانية، أن نقبل بشرعية الحكومة الانتقالية. عدم القبول بشرعية الحكومة الانتقالية يعني منازعة هذه الحكومة التي وظيفتها مؤقتة ولفترة زمنية قصيرة، وظيفتها الانتقال من الاستبداد إلى الاستقرار، إلى الاستقرار الديمقراطي. منازعة يعني ظهور سقوط الحكومة وظهور حكومة جديدة وما إلى هنالك، بروز مصالح خاصة. هذا يؤدي إلى انتكاسة في المرحلة الانتقالية تقودنا إلى أحد الخيارات السابقة. يفترض أيضا أن يكون لدي قدر عالي من التنسيق بين القوى السياسية، أو البعض يسميه الكتلة التاريخية، أي أن يكون لدينا قوى سياسية تقدم مصلحة البلاد، تنحي تماما مصالحها الشخصية أو مطامعها الشخصية في هذه المرحلة، أن تكون قادرة على العمل معا رغم اختلافها السياسي والفكري والمصلحي، أن تكون قادرة على التنسيق فيما بينها لتجاوز هذه المرحلة الخطرة جدا. عملية التنسيق تتطلب إدماج الفاعلين الأساسيين على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي، يفترض أن يكونوا مشاركين حتى لا يكون لدي قوى خارج العملية الانتقالية، وبالتالي قوى قد تشتغل على الضد من العملية الانتقالية. ثم أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشتغل بالتوازن بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي. الثورة هي أداة لتفكيك النظام، ولكن ما بعد الثورة أو ما بعد دخولنا إلى المرحلة الانتقالية، هنا تبدأ عملية إصلاح ما تقدم. الإصلاح لا يكون سياسي فقط، فأولويات الناس دائما معاشية. إن فقد الناس ثقتهم في النظام أو في المرحلة الانتقالية نتيجة عدم توفر أساساتهم المعاشية، إذن سيكون هناك قابلية لبروز نزعات استبدادية لاحقا. طبعا بعض المجتمعات هي بحاجة عدالة اجتماعية، عدالة اجتماعية تكون عدالة انتقالية، قد تكون محاكمات جزائية، محاكمات قانونية، أو تسويات ومصالحات اجتماعية. شكرا لكم.